مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة جوية جديدة لمتابعة تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي بدأ تأثيرها الفعلي على أجزاء عديدة من المملكة اعتبارا من نهار اليوم الأربعاء، حيث تكاثرت السحب الركامية وتساقطت الأمطار الرعدية في أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة. ويزداد يوم الخميس تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار، حيث يتوقع أن يتسع نطاق المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية لتشمل الأمطار مناطق إضافية، ويتوقع أيضا أن يكون الطقس يوم الخميس دافئا وغير مستقر بوجه عام، بحيث تتكاثر السحب الرعدية في أجزاء عدة من شمال وشرق ووسط المملكة، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط زخات من البرد وهبوب رياح نشطة مثيرة للغبار والعواصف الرملية. كما يحتمل بإذن الله أن تمتد الأمطار تدريجيا لتشمل أحياء العاصمة الرياض وما حولها، مع انخفاض في درجات الحرارة بحيث تبلغ العظمى في العاصمة الرياض 26 درجة مئوية. ويتوقع أيضا أن يمتد تأثير الحالة الجوية نحو منطقة مكة المكرمة، بحيث تتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول زخات من الأمطار قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الأمطار غزيرة بإذن الله في مرتفعات الطائف بالإضافة إلى طريق الرياض الحجاز. احتمالية الأمطار تشمل أيضا أجزاء من منطقة المشاعر المقدسة وربما بعض السواحل السعودية المطلة على البحر الأحمر، وتبدو المؤشرات إيجابية لامتداد العواصف الرعدية نحو مناطق جنوب وجنوب غرب البلاد بالتحديد خلال نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم، بحيث تمتد الأمطار الرعدية بمشيئة الله إلى أجزاء من الباحة وعسير بالإضافة إلى نجران وجازان ومرتفعات اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء. كونوا على معرفة مستمرة بحالة الطقس أولا بأول عبر تحميلكم لتطبيق طقس العرب الخاص بالهواتف الذكية، وللمزيد دائما زوروا موقعنا الإلكتروني arabiweather.com بالإضافة إلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم من مركز طقس العرب الإقليمي، في أمان الله.